أولادكم عندهم مشاكل في قراءة اللغة الإنجليزية، أولادكم في ابتدائي أو في إعدادي وعندهم مشاكل ومش عارفين يتعاملوا مع قراءة اللغة الإنجليزية، أنتم كده في المكان الصحيح، خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حمدي الحارس من قناة انجليش اونلاين. النهاردة الحلقة بتاعتنا حلقة غير عادية. اهم حاجة اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، واللي ما عملش لايك للفيديو يعمل له لايك، وكمان شيروا الفيديو لاصدقائكم عشان الفايدة توصل للكل. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ننطق اللغة الانجليزية بالنسبة للاطفال اللي في ابتدائي وحبايبنا الشباب اللي في اعداد اللي عنده مشاكل في القراءة. حلقة النهاردة بسيطة، خليكم معايا. انا ما كتبتش حاجة على السبورة زي ما انتم ما شايفين، هنبدأ مع بعض فيديو لايف كده مع بعض، تمام، بحيث ان كل الناس تفهم انا بعمل ايه. طبعا معروف ان اللغة الانجليزية فيها الحروف الابجدية، معروف ان فيها الحروف الايه الابجدية، والحروف الابجدية معروفة اللي هي طبعا اللي بيقولوا عليها كده بالانجليزي English Alphabets، English Alphabets اللي هي حروف الهجاء في اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية طبعا زي ما احنا عارفين فيها 26 حرف. فيها 26 ايه؟ حرف. ال 26 حرف دولت فيهم 21 حرف ساكن وخمس حروف بس متحركة. ما تنساش موضوع المتحركة، تمام؟ يبقى انا عندي الحروف دول كده، تمام؟ ليهم نوعين، حروف ساكنة وحروف متحركة. حروف ساكنة وحروف ايه؟ متحركة. الحروف المتحركة الخمسة اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو، اعرف دول هم اللي هيخلوك تنطق صح. الواحد وعشرين الساكنة دولت بسيطة جدا، انا هعرف لك نطقهم في كلمة، يعني بسيط جدا. ساكن يبقى عليه سكون، لا بتقول آ ولا إي ولا أو، تمام؟ دول هم المهمين، دول هم اللي هيشكلوا لك حركة الإيه الكلمة. الحروف الساكنة اللي هم الواحد وعشرين الباقيين، خلاص؟ يلا بينا نكتب الحروف بتاعتنا كلها مع بعض. طبعا الحروف لها نوعين، الحروف برضو لها إيه؟ لها نوعين، في حاجة اسمها كابيتال وحاجة اسمها سمول. الكابيتال مش هتلاقيها في كل الكلمات، في طبعا بعض القواعد اللي هي كتابة الحروف المتحركة او اللي هي قواعد الترقيم هنقولها فيما بعد. اول حاجة انا عندي حرف الاي، طبعا ادي الكابيتال الاول وبعد كده اسمه بي سي. طلع كرستك وقلمك واكتب معايا، بابا او ماما معاك، اخوك او اختك الكبيرة معايا. سي دي E F G H I J K L M N O P Q R S T U خليك معاي V W X Y and Z أو Z. طبعا دي الحروف بتاعتنا، بسيطة جدا يا مستر. أيوة بسيطة جدا، سيبك من الحروف المتحركة، خلينا في الحروف الساكنة أو هنتكلم عنهم عموما. طبعا أنا عندي حرف الإيه بيتنطق هتقول الطريقة دي غلط، خليك معايا وانت هتشوف هي غلط ولا صح. انت مع مستر حمدي الحارس، ما تنساش كتاب الباهر من أفضل الكتب المدرسية اللي إن شاء الله بإذن الله أنا هشتغل بيها من هنا وراي، فالناس كلها يعني إيه تتفضل تجيبه وتشتغل منه. البي بيتنطق بالسكون ب ب ب السي بتتنطق يا اما س او ك، الدي طبعا د، الاي اللي هي اي مش محتاجه كلام، الاف ف ف. انا عايزك تنطق لي كل الحروف بالسكون في الاول ف، والجي بتتنطق ج، والاتش بتتنطق
طبعا دي هي اللي بتعمل شغل جامد جدا، وهنشوف دلوقتي الاي بيتنطق يا اما اي عادي خالص يا اما الف عليها سكون. الف عليها ايه؟ سكون. الجي بتتنطق ج، طبعا ثلاث نقط كده وعليها ايه؟ سكون. الكي ك، الاو ل، الام م، الان ن، الاو او، او بتتنطق ايه؟ او. البي ما اسمهاش طبعا بي، اسمها بي، اسبريتد، بتعمل شويه هاو وانت بت ايه بتقولها بي. طبعا دي اسمها بي ودي بي، يبقى دي كده ب. الكيو دايما هتلاقي بعد منه حرف اليو عشان بس ايه تريح دماغك، ودي بتتنطق كو 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 كو، خلاص يا كوكو. الار ر، الاس س، انا بقربها بالعربي عشان هتفهم، هتشوف دلوقتي انا هعمل ايه. التي ت، اليو بتتنطق يا اما يو زي ما هي، يا اما لو واحد ضرب واحد طق كده على قفاه هيقوم قايل ايه؟ اه يا قفاي، تمام؟ تتنطق اه، خلاص همزه كده اه، بتتنطق اه زي صوت الايه؟ التأوه. التأوه حرف الفي، نبعد بس ده شويه. الفي ف، وعلى فكره ما بتنطقش ف، ما اسمهاش فيلا، اسمها فيلا، خلاص؟ مش مها، ما اسمهاش فا، ما اسمهاش فازا او فازا، اسمها اسمها فيز، اسمها ايه؟ فيز. الدبليو بتتنطق و، الاكس بتتنطق اكس، ودي طبعا لها حاله كده، شويه حالات هن ايه هنقول عليهم، خلاص. الواي بتتنطق اي، وبتتنطق اي كمان. الزد او الزي بتتنطق ز، بتتنطق ايه؟ ز. ده بالنسبة لنطق الحروف المتحركة والساكنة، ده بالنسبة لنطق الحروف المتحركة والايه؟ والساكنة. الموضوع أبسط مما تتخيل. امسك لي بقى، اعمل لي كده سكرين شوت، تمام، واكتب لي الحاجات دي قدامك عشان أنا همسح السبورة وهنشوف بننطق ازاي. ما فيهاش مشكلة إن شاء الله. دلوقتي بقى هنتعلم ازاي ننطق صح، how to pronounce well، ازاي تنطق بشكل كويس. العربي فيه ثلاث ايه او اربع ايه؟ اربع حركات، اللي هم الفتحه والكسره والضمه والسكون. السكون طبعا انا حطيته قدامكم من شويه على الحروف زي ما عملنا كده بالظبط. يلا بينا بقى دلوقتي نعرف ايه هي الفتحه وايه هي الضمه وايه هي الكسره. بصوا معايا، انا عندي حرف الايه ده، حرف الايه ده بيتنطق فتحه، خلاص. حرف الايه بيتنطق كسره، وحرف الاو بيتنطق ضمه. بيتنطق ايه؟ ضمه. يا مستر انت كده هتدخلنا في قصه، ده في حاجه اسمها، في حاجه اسمها الديفثونجز وتريفثونجز وشورت فاولز ولونج فاولز. انا هخليك لو انت ما بتعرفش تنطق خالص، على الاقل هتنطق ب 70% ل 70% صح، فخليك معايا. يبقى انا عندي الاي فتحه والاي كسره والاو ضمه، والاو ايه؟ ضمه. طيب لو انا جيت هنا كتبت لك مثلا كلمه زي كلمه زي ديت، ها الموضوع بسيط جدا. انا هتاخد اول حرفين مع بعض، البي والاي. انا عندي الاي بتتنطق ايه؟ فتحه. طب البي بتتنطق بالسكون، تبقى ايه؟ با. اهو الاي بتتنطق فتحه با، اعتبرها زي الالف الفتحه دي با. والان بالسكون تبقى ن، تبقى ايه؟ با با بان. انا حاطط العربي للتوضيح، انا حاطط العربي للايه؟ للتوضيح. طيب لو جيت هنا اهوت وقلت لك انطق، ها البي اي لما تبقى مكسوره تبقى ب، ضيف لها بقى حرف الان ساكن او النون ساكن كده، تبقى ايه؟ بن، تبقى ايه؟ بن، خلاص؟ فيها مشكلة؟ طيب لو كتبت لك كلمة زي ديت، ها البي او، ها انا قلت ان الاو ضمة، الاو ايه؟ ضمة، تبقى بو. عايز تشيل الضمة وتعملها زي الواو وتريح نفسك، الاو مفيش مشاكل، تبقى بو. ها والان ساكنه،
تبقى بون، تبقى ايه؟ بون. واحد هيقول لي يا مستر الايه في اخر الايه الكلام في اخر الكلمه. بص يا حبيبي، انا عندي الايه في اخر الكلمه شيلها، ضيعها كانها مش موجوده. يا مستر انت كده هتبوظ قواعد اللغه. المفترض ان دي حاجه اسمها الضف ديف سونج، المفترض تبقى كده في الرسم بتاعنا، المفترض تبقى كده في الرسم. انا بقول لك انت راجل ما انتش عارف خالص، فانا بوضح لك القصه ان الموضوع كده بسيط. تبقى دي بون، ما هي دي الاو ايه هنا بتتنطق او او. ايوه اعمل كده معايا او، خلاص. بون اللي هي معناها عظمه، بون اللي معناها ايه؟ عظمه. طيب ناخد كمان مثال، ناخد كمان مثال. لو جيت هنا هو تقول لك مثلا انطق الكلمه الجميله دي كده، ها الاف، الاف ايه؟ لو قلنا ان الاي دي بتتنطق زي الالف، الف المد، تبقى فا، خلاص. لو عايزها فتحه تبقى فا كده، فا، خلاص. طيب الان بقى بتتنطق ايه؟ نون، تبقى فان، مروحه، فان اللي هي ايه؟ مروحه، تمام. طيب انطق لي الكلمه دي كده، ها انت حبيبي، ها فا، وضيف حرف التي ساكن تبقى فات، تبقى ايه؟ فات، اللي فات سات. كان برنامج جميل جدا زمان كان بيجي عليه حاجه اسمها محدود الدخل، حبيبنا الكبار بس اللي هيعرفوه، مش موجود هو دلوقتي للجماعه الايه الصغار. طيب لو جيت هنا وقلت لك مثلا انطق الكلمه دي، ها بالاو اهي، ها يبقى انا عندي الاف او تبقى ايه؟ فو، والار بتتنطق ار، خلاص. طب الاي في الاخر انا لسه قايل من شويه اعتبرها مش موجوده، الاف الاي في الاخر لسه قايل من شويه اعتبرها مش موجوده، تبقى فور زي كلمه فور هات، خلاص. طيب انطق الكلمه دي، يا نهار ابيض يا مستر، حرف واحد غيرته في الكلمه. طب ما انا ممكن انطقها زي ديت. لا انا قلت ان حرف الاي، بصوا معايا، انا عندي الاي ساكن، الاي ساكن، اي اي حرف ساكن وحرف الاي، الاي هنا بيتنطق اي زي ما هو بالانجليزي، يبقى دي هتتنطق في ولا فو ولا فا ولا فاي؟ ايوه هتتنطق فاي، ادي فاي اهيت. ضيف حرف الار تبقى فاير، نار، ربنا يكفينا شر النار، ربنا يكفينا جميعا شر النار. فاير اسمها ايه؟ فاير معناها نار او يضرب بالنار، خلاص يا شباب. يبقى دي ده بالنسبه لحته الفتحه والكسره والضمه، الفتحه والكسره والايه والضمه. اي كلمه بقى مهما كانت طويله انت ممكن تنطقها بالطريقه دي. يعني لو انا كتبت كلمه مثلا زي الكلمه دي ان، طب اهي طول، نطول بقى الكلمات شويه، ها. طيب دي احنا قلنا ان هي بتتنطق ان، انا عندي اي ان كده بتتنطق ان، خلاص، وعليها سكون، اعرفها. وطبعا ان دي معناها في بالعربي، ان دي معناها ايه؟ في بالعربي. خلي بالك الموضوع بسيط، انزل اعمل لايك للفيديو دلوقتي، ها. ادي ان، ادي ان، ها. التي اي تبقى تي مكسوره، تي مكسوره، تبقى ان تي، انت، هو طبعا الله هنطق تاني انا هقوله برضو دلوقتي، انت، وفي هنا ايه؟ ار تبقى ره، ها. هنا بقى اس تي تبقى ست، ناخدها واحده واحده كده، ان ترا ست، نطقها الصحيح انترست، نطقها الصحيح ايه؟ انترست. لو انت نطقتها انترست، هو ماشي انترست مش نطق صحيح قوي، بس كلمه انترست هي اسمها انترست، اسمها ايه؟ انترست. طيب لو كتبنا كلمه ثانيه زي الكلمه دي مثلا، ناخدها واحده واحده. انا عندي اول حرفين اللي هم ان، هنقسمها احنا، ادي ان. طيب اف او ار، ها انا عندي الاو بتتنطق او اللي هي الضمه، تبقى ادي اف او تبقى فور، وضيف حرف الار تبقى فور، يبقى ان فور. الام ايه؟
ها الايه قلنا بتتنطق فتحه تبقى ان فور ميك. عايز تعملها الف مد حرف الالف عشان تنطق صح مفيش مشاكل تبقى ان فور مي. خد بقى القاعده دي، انا عندي تي اي او ان والتي اي اي ان بيتنطقوا شن شن، اسمها ايه؟ شن. يبقى انا عندي التي اي او ان هنا تبقى شن، ناخدها واحده واحده اهيت ان فور مي شن. يبقى انفورميشن معناها معلومات، انفورميشن معناها ايه؟ معلومات. مش هروح في حته همسح السبوره وهرجع لكم، خليك معايا. ايوه بتبتسم، انا عارف ان انت بتبتسم، ابتسم وخليك معايا، خليك دايما كده مبتسم. دلوقتي هناخد نطق حرف السي، نطق حرف الايه؟ السي. انا قلت ان حرف السي ده تمام ليه طريقتين في النطق، يا اما سا يا اما كا، يا اما سا يا اما ايه؟ كا. طيب افرق ازاي يا مستر واعرف ان انا هتكلم عن سا او عن كا؟ بسيطه جدا، انا عندي السي لو جه بعد منها اي او جه بعد منها اي او جه بعد منها واي بتنطق في الحاله الثلاثه دول بس كده س، تنطق ايه؟ س. طيب يلا بينا ناخد امثله او يلا بينا نكمل باقي القاعده. طب امتى السي بتتنطق ك؟ بتتنطق ك امتى؟ اذا جه بعد منها اي حرف اخر غير الثلاثه دول، لو جه بعد منها اي حرف غير الاي او الاي او الواي بتتنطق ك، بتتنطق ايه؟ ك. طيب خليكم معايا، لو جيت هنا قلت لك مثلا كلمه زي ديت انطق كده معايا، ها تتنطق ايه؟ انا عندي هنا السي اي تتنطق ايه؟ س. يبقى ادي س اللي احنا قلنا عليها. طب التي بتتنطق طبعا ت مكسور ت ما ايه مسكنه. طب الواي، انا قلت الواي بتتنطق حاجتين، يا اما اي يا اما اي، يا اما اي اهي الواي بتتنطق حاجتين، يا اما اي يا اما اي. هنا في الجمله دي هتبقى اي او يه، او ممكن برضو تتنطق يه اللي هي يه بالعربي، هنا هتبقى كده بالشكل ده، هتبقى سيتي، هتبقى كلمة ايه؟ سيتي. ركز كده معايا، سيتي خلاص. طيب لو جيت هنا قلت لك مثلا كلمة زي ديت انطق، ها السي اي قلنا بتتنطق ايه؟ السي اي س، ادي س خلاص. طب ال خد بقى القاعدة دي، يعني اي حرف متكرر مرتين، الحرف المكرر مرتين ينطق ينطق واحد فقط، حرف واحد بس اللي بيتنطق فيهم اللي هو هنا حرف ال اهي. الاي اصلا كسره تبقى ايه؟ سيل اللي هي خليه بشريه، او سيل اللي هي خليه، ممكن تبقى خليه ايه اللي هي خليه مثلا، خليه ارهابيه تمشي برضه خلاص. كلمه سيل. طيب لو جبنا كلمة مثلا فيها حرف الواي مثلا زي كلمة زي الكلمة دي، ها أنا قلت الواي بتتنطق حاجة من ثلاثة، يا إما أي يا إما إيه يا إما إيه، هنا هتتنطق أي تبقى صاي. طيب بصوا معايا، الكلمة دي هي الجامعة القاعدتين، أنا قلت إن السي بعد منها أي أو إيه أو واي تتنطق س، طب السي زائد أي حرف تاني تتنطق ك، يبقى دي كده هتتنطق ك تبقى سايك سايك. مفيش حاجة اسمها سايكل، مفيش حاجة اسمها ايه؟ سايكل. بصوا يا جماعة، أنا عندي ال اي ديت بتتنطق او، بتتنطق كده بالظبط او خلاص خلاص، تبقى سايكل لأن اسمها دارك ال. في الحالة ديت يا جماعة دي اسمها دارك او خلاص، بتتنطق زي ما بقول لك كده او، ما فيش حاجه اسمها حرف ال اصلا خلاص، اسمه ال خلاص، تبقى سايكو ليه يركب عجله، يعني يركب ايه؟ عجله تمام، سايكو ومعناها برضو مرحله، ومعناها برضو ايه؟ مرحله. خليكم معايا، يبقى احنا قلنا ان السي اي والسي واي والسي والسي اي بيتنطقوا س، وباقي الحروف بعد حرف الكي بعد حرف السي بتتنطق ك خلاص. يلا بينا ناخد بعض الامثله، كلمه مثلا زي الكلمه دي مثلا
ها تبقى ايه سي ايه تتنطق ايه كا والار كار اللي هي سياره كار اللي هي ايه سياره طب انت طول شويه ها بما ان دي كار تبقى دي كار وحرف التي كارت اللي هي العربيه الكارو يعني العربيه الايه الكارو موجوده قدام البيت بره تمام ايه تاني مثلا كلمه زي الكلمه دي ها انا قلت الحرف لما بيبقى متكرر بيتنطق حرف واحد ها هنا هنقوله ايه في قاعده بتقول ان حرف الاي لما بيجي بعد منه حرف الال تتنطق او او خلاص يبقى دي يعني الايه هنا هتبقى شبيهه بحرف الاو نطقها زي نطق حرف الاو هتبقى كول اهي كول 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 اهي كول اللي يتصل كول اللي هي ايه يتصل طب هناخد امثله على حرف الاي والال عشان تبقى او زي ما انا ما قلت نطقها او زي مثلا ايه زي مثلا لما اقول لك كلمه طول خلاص وزي كلمه بول وفول ومول اعرف ديت خلاص والحرف المتكرر انا قلت بتنطق حرف واحد بس ايه بينه طيب حرف السي والكي تتنطق ك تتنطق ايه ك. السي طبعا ما بتتنطقش الكي بس اللي بتتنطق او اعتبرها على بعضها بتتنطق كي كلمه زي الكلمه دي انت بقى اهي دي فيها القاعدتين ها السي بعد منها ال تتنطق ايه انا قلت السي اي والاي والواي تتنطق السي اي حرف تاني زي الال تتنطق ك ادي الك طيب الال كل كل طب والسي كي ك تبقى كليك حد عايز يحط هنا ايه حط هنا ايه مفيش مشاكل عشان تبقى كليك اللي احنا عارفينها كليك كليك يمين مثلا على الماوس تمام كلمه كليك طيب كلمه زي الكلمه دي ها هتتنطق ايه بيك هتتنطق ايه ب ب ادي الب وبعد كده الك بيك اللي هي يلتقط بيك اللي هي ايه يلتقط طب كلمه زي كده ها السي ار الار مش من الثلاثه تبقى كر خد دي بقى الاو يو ديت الاو قصدي دبليو والاو يو بيتنطقوا بيتنطقوا او لا دي فتحه مش ضمه او تبقى كراو 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 وتضيف حرف دي كراو كراو كراود ركز الموضوع بسيط على فكره انزل اعمل لايك للفيديو دلوقتي تمام ده بالنسبه لايه لنطق حرف الايه السي خلاص خليك معايا هنكمل بقى دلوقتي مع نطق حرف الاتش حرف الايه الاتش طبعا في العاده حرف الاتش بيتنطق ه بيتنطق ايه ه زي مثلا كلمه زي الكلمه دي او الكلمه دي او الكلمه دي انطق كده معايا ها الاتش بتتنطق اهي تبقى ه ه هن انا قلت الاي بتكسر ه هن خلاص الاي بتفتح تبقى ها ها هات الاي بتكسر تبقى هي هي هير يبقى الاتش بيتنطق هي طيب الاس اتش بتتنطق ش تتنطق ايه ش ش ش انطق كده معايا انا مديك على الثلاث حاجات الفتح والضم والايه والكسر ها دي تتنطق ايه ش ش بصوا معايا انا عندي الاي لما يجي معاها ساكن واي بتتنطق ايه كانك بتقولها عادي كانك بتقولها ايه عادي ايه زائد الساكن خلاص ايه زائد الساكن يبقى دي شا بالفتح ولا شي شي ما هو شي بالفتح وشا بالفتح بس انا عندي الاي ساكن اي اهو اي ساكن حرف الار اي تتنطق اي يبقى دي شي اهي هناخدها بالاسمر عشان تبان اكتر تبقى شي شير شير
شير اللي هي يشارك او نصيب. طيب الكلمة دي انا قلت ان الاو بتتنطق او تبقى شو. هتقول لي يا مستر انت لسه قايل من شوية ان الاو دبليو والاو يو بيتنطقوا او ماشي مفيش مشاكل، بس هي في بعض الشواذ تبقى دي شو اللي هي عرض او يعرض. ها طيب ديت بقى الاس اتش اي تبقى ش ش ش بالكسر، وال واحده من دول تبقى شو اللي هي معناها محار، اللي معناها محار او ايه او صدف. طيب السي اتش والتي سي اتش بتتنطق زي مثلا لما يبقى مثلا ماما بتقلي بطاطس مثلا ساعه ما بتحطها في الزيت بتعمل ايه؟ بتعمل تش ولا بتعمل بوم؟ لا ما بتعملش بوم، بتعمل تش خلاص تش خلاص. يبقى انا عندي السي اتش والتي سي اتش تش. زي الكلمة الجميلة دي عفوا تش 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 تشير اهو تش تشير خلاص. وزي الكلمة دي اهي القواعد بتتجمع معانا يا جماعة، هما تش تش والاي كسر والسي كي كي تبقى تش تش تشك. رواندا تشيك، فاكرين رواندا تشيك محمد هنيدي؟ تشيك خلاص. وزي الكلمه دي اهو تي سي اتش اهي تبقى ما ماتش اللي معناها مباراه او معناها يوصل. طيب البي اتش بقى بتتنطق ف، يبقى انا عندي البي اتش بتتنطق ف ف زي الكلمه الجميله دي فو فو. بص اهي فو فون فون يعني تليفون. وزي الكلمه الاجمل اللي هي اي لي اهو اي ولي ف ف ف ف ف اي لي ف اي لي فانت، يبقى البي اتش بتتنطق ف. طيب الجي اتش، الجي اتش لو جه قبل منها اي يعني قال لي اي جي اتش كده دي لا تنطق، لا ايه تنطق اتعلم. زي الكلمه دي هاي اهو الاتش اي بتتنطق هاي خلاص. وتاي تايت وفاي فايت وساي سايت اللي معناها ايه؟ اللي معناها رؤية. هنمسح الجزء ده وناخد امثلة على باقي الايه الكلمات. خليكم معايا نكمل مع بعض. احنا قلنا ان الاي، قلنا قبل بشوية ان الاي جي اتش دي لا تنطق والاي بتنطق اي عادي خالص. طيب امتى بقى ما بتتنطقش؟ امتى احنا قلنا كده امتى دي ما بتتنطقش؟ بصوا بقى معايا، انا عندي الاو يو جي اتش، وعلى فكره كل قاعده ليها شواذ عشان ما الاقيش حد يا جماعه كاتب لي في التعليقات يا مستر انت قلت ان الاو يو جي اتش بتتنطق ف. طب في كلمه ما بتتنطقش بالطريقه دي؟ في كل قاعده لها شواذ اكيد، يعني احنا بنوضح خلاص. زي مثلا ايه؟ زي الكلمه دي وعلى فكره دي بتتنطق اف اهي اف بتتنطق ايه؟ اف. زي كلمه طف، زي كلمة ايه؟ طف حاد وناشف وجامد تمام؟ طف. وزي كلمة قف اهي قف اهي، ما انا عندي السي بتتنطق ك هنا لان بعد منها او مش اي او اي او واي، وهنا طبعا دي بتتنطق قف تبقى قف زي اللي هي قف خلاص. وزي كلمة مثلا ايه؟ اي نا اهو اي نا انف اللي هي كافي، انف اللي هي معناها ايه؟ كافي. خلي بالك من الايه؟ من الحاجات دي. طيب التي اتش دي بقى دي حبيبتنا الجميله، التي اتش يا جماعه لها نطقين، التي اتش لها ايه؟ لها نطقين، النطق الاول اللي هو ث والنطق الثاني اللي هو ذ. بيقولوا عليها ثيتا كده في شغل الفوناتكس وزيتا بالشكل ده. خلاص؟ طيب ايه الكلمات اللي زي اللي هنا؟ ممكن مثلا زي كلمه ثن خلاص وثينك وثري وثك وبريث خلاص وهكذا. دي امثله بريث اهي ثينك سوري
thin, think, three, thick اللي معناها تخين أو سميك يعني حيطة تخينة مثلا و breath خلاص. طيب هنا زي كلمة ذا وذي وذي خلاص those these that وزي كلمة ايه بقى كلمة breathe فيها ايه th هنا اتنطقت ز ز ز free هنا breath breathe يبقى انا عندي th بتتنطق س او ز الامثلة عليها اهيت. طبعا انت في القاموس لما تلاقيها دايرة وفيها الشرطة دي تبقى س ولو لقيتها علامة كده وفيها الشرطة الجميلة دي اللي هي الزيتا دي ثيتا ودي زيتا خلاص عشان تعرف تنطقهم ايه تنطقهم صح. اخر كلمة معايا هنا اللي هي او اخر حرفين معايا هنا الـ WH بتتنطق و زي كلمات الاستفهام اللي هي why where when which خلاص وهكذا. هتقول لي يا مستر طيب الكلمه دي بتتنطق ايه هو دي شاذة بقى وهوز هنا بتتنطق ه ه غير دول ما انا قلت ان كل قاعده ليها بعض الايه الشواذ بس الحاجات دي هتخليك 70% بتنطق صح 70% بتنطق ايه صح. هنمسح دول وهناخد بعض الايه الحاجات التانية اللي تهمك جامد برضو في النطق ان شاء الله هتطلع من الحلقة دي بتنطق بنسبة كبيرة جدا صح. دي كده هتبقى اخر جزئية هنتكلم عليها لان كده الفيديو هيطول جدا مننا ان شاء الله بإذن الله. الحاجات التانية نبقى نعملها في فيديو ايه في فيديو تاني بس كده يعني معظم الحاجات احنا اخدناها. ركز كده معايا انا عندي الاتنين الجمال دول بيتنطقوا شن بيتنطق ايه شن طيب ودول بيتنطقوا شاو خلاص ودي بتتنطق شر ودي بتتنطق جن وشن كمان ودي بتتنطق شيو خلاص ودي بتتنطق اري شوف اري خلاص اري ودي بتتنطق لي ودي بتتنطق رر الدبليو هنا ما بتتنطقش والسي اتش في الحالات اللي انا هقولها دلوقتي بتتنطق ك يا مستر انت قلت من شويه انها بتتنطق اتش هتحطها لنا ك بس هي دي قاعده في بعض الكلمات ليها. يلا بينا ناخد امثله على كل واحده كده مثال او اتنين. كلمه زي كده مثلا الكلمه الجميله بتاعتنا اللي هي الجنسيه بتاعتنا كده ها انت اي جي ايجيب ايجيب ها شن ايجيبشن اللي معناها مصري وخدنا طبعا كلمه ان فورميشن دي خدناها من شويه تمام. طيب شال زي كده لما كلمه زي دي زي الكلمه الجميله دي انت كده معايا سب 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 سبيش سبيشال سبيشال المعنى خاص special. طيب على دي لما نكتب الكلمة الجميلة دي ها بو 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 تن اللي معناها عشرة potential potential معناها محتمل. شر زي مثلا ايه زي كلمة شور وزي الكلمة دي ها اكس بوشر ثواني انا هشوفها في القاموس هشوفها في القاموس لحظة القاموس معايا هو لونج مان حاجة جميلة جدا لونج مان ديكشنري اوف كونتمبرري انجلش خلاص يبقى انا هجيب الكلمة دي عشان ممكن تكون بتتنطق بالطريقتين خلاص ثواني كده معايا يعني مفترض ان انا يعني اكون مظبطها انا بكتب على فكره وبشرح على طول فممكن اكون ناسي ولا حاجه ها دي شور زي ما احنا ما قلنا. طب هنجيبه الاكس اكس بوشر اكس
ثواني حبايبي، الموضوع بسيط جدا على فكرة. لا هنا اهيت نصحح بقى، دي بتتنطق جار، دي هتتنطق جار على فكرة. فين هي راحت؟ شر او جار، شر او ايه او جار، هتبقى دي اكس بوجر، اكس بوجر اللي هي خلع، حاجة زي نظام ايه، خلع. تمام. طيب هنا بقى دي شن او جن، اللي هي اس اي او ان، شن او جن، زي كلمة مثلا اكس بلو جن، اكسبلوجن، خلاص، اللي هي الانفجار، خلاص. تيو، تي يو اي، ديت بتتنطق تيو، زي ستاتيو، زي كلمة ايه، ستاتيو، خلاص. الاي ار واي زي الكلمة الجميلة دي اللي هي كلمة ديك اهي، طبعا هنا دي بتتنطق عشان بعد منها تي تبقى ديك، ديكشن، ديكشن اهي، تي اي او ان اهيت نطقت شن، ديكشن، ديكشنا، ديكشناري، ديكشناري او ديكشنري، في بعض الناس بتنطق ديكشنري، خلاص. ال ال واي الاضافات بتاعت ال ال واي لي اسمها ايه؟ لي، لما نقوله هاب، هابلي، بسعاده، هابلي وي كان فلاي، تمام. الدبليو ار بتتنطق ر، الدبليو هنا ما بتتنطقش، زي كلمه ايه؟ رايت، رايتر، خلاص. طيب السي اتش هنا بتتنطق ك، زي الكلمات دي، زي كلمه سكول وسكولر، خلاص، وسكولر. في كلمات تانية عليها، في بس يعني ايه ما يهمكمش دلوقتي، خلاص. سكول طبعا اللي هي معناها مدرسه، سكولر اللي هي معناها ايه، باحث. ده كانت نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان هو يكون نال اعجابكم. اللي ما اشتركش في القناه شرفني طبعا بالاشتراك ويفعل زر الجرس ويعمل اعجاب للايه، للفيديو، ويشيره كمان. كان معكم مستر حمدي الحارس من قناه انجليش اونلاين، السلام عليكم ورحمه الله.